الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. تكلم عن القرآن يا أحباب قلبي، فما عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن؟ عقيدتنا في القرآن ثلاث عقائد. أول شيء أنه كلام الله، قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما المقصود بسماعه كلام الله؟ القرآن. ثانية أنه منزل غير مخلوق، لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر، قل نزله روح القدس من ربك، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وأجمع العلماء على أن من قال بأن القرآن مخلوق كما خلقت السماوات والأرض والإنس والجن والجبال والشجر فإنه كافر، وهذا في قول عامة أهل السنة والجماعة من المتأخرين. العقيدة الثالثة أنه من الله بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي أن أول من تكلم به على الحقيقة هو الله، وأما نسبته إلى جبريل في قول الله عز وجل في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ونسبته إلى الرسول في سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، فهي نسبة أداء وتبليغ لا نسبة ابتداء. والكلام ينسب إلى من تكلم به ابتداء نسبة حقيقية، وإلى من بلغه وأداه نسبة مجازية. وإليه يعود في آخر الزمان فلا يبقى في الأرض منه آية، لما روى ابن ماجه بإسناد حسن من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يدرى ما صوم ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل حتى لا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على لا إله إلا الله فنحن نقولها. ما يعرفون من الدين في آخر الزمان إلا هالكلمة بس، لأن ما في لا قرآن ولا سنة ولا علماء، كل يموت والقرآن يرفع والعلم ينتهي والجهل يظهر. قال صلة: يا حذيفة وما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ قال: فلم يجبه حتى أعادها عليه ثلاثا ثم قال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. طبعا يعفى عنهم بسبب جهلهم. فإذا هذا هو، فاستغلوا هذا القرآن قراءة وتدبرا قبل أن تأتوا للمساجد، فلا تجدون إلا صحائف بيضاء ولا يبقى إلا الحفاظ القرآن، ثم ينام الحافظ ويقوم ويطوى القرآن كالصحيفة من صدره، فيريد أن يتذكر فيقول: ها 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 ها، ما عاد يتذكر شيئا، فيرفع من الصدور ومن السطور. متى يرفع؟ إذا ترك الناس العمل به.